من زمايلك الاعزاء جدا يا هو كابتن مسهل وليد سليمان. يا كابتن وليد، برحب بحضرتك. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك يا رب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام والله. النجم كابتن حسام عاشور منورنا اهو يا باشا. التاريخ قاعد قدامك. كويس ان انت مش نايم. وقاعد انام والله، قاعد انام، بس اعمل ايه، ما ينفعش. حبيبي يا وليد، احنا لحقنا قبل ما ينام يا كابتن حسام. يعني كابتن وليد، معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من الاساطير، يعني زي ما قلنا بينافس انديه على اللقب رقم 13 في بطوله الدوري المصري الممتاز، تحب تقول له ايه وهو موجود معانا؟ والله بص، من غير ما، حتى لو عاشور موجود او مش موجود، عاشور تاريخ، عاشور حاجه كبيره جدا، حاجه مشرفه يعني بجد. يعني الواحد مبسوط وسعيد جدا ان انا يعني لعبت مع عاشور، زي ما مبسوط ان لعبت مع تريكا وبركات وجمعه، النجوم الكبار دول، ومتعب وغالي. يعني انا برضو سعيد ان انا لحقت ولعبت مع عاشور. عاشور حاجه كبيره جدا، تاريخ، يعني زي ما قلت لك حاجه مشرفه. الواحد بيبقى مبسوط وهو قاعد بيشوف حاجات كده. عاشور بيكسر ارقام كتير جدا، اكثر لاعب لعب ماتشات افريقيه، اكثر لاعب حاصل على بطولات، حاجه يعني حاجه تفرح ما شاء الله يعني. بس يا كابتن وليد، هو يعني هو كابتن فريق، يعني هو كابتن فريق طيب ولا كابتن فريق شرير وبيضايق وفي المواعيد كده؟ يعني اكيد في حاجات في شخصيته انت عارفها. لا لا لا، عاشور طيب جدا، عاشور اطيب بني ادم في الدنيا بامانه. يعني دي مش عشان هو قاعد بس، يعني كل الناس عارفه كده. عاشور شخصيه جميله جدا، مؤدب، بيحب الناس، ما بيحبش يزعل حد، ممكن يجي على نفسه عشان ما يزعلش حد. يعني يعني يا كابتن، قلت لك عاشور تاريخ، يعني عاشور حاجه كبيره يعني ان شاء الله. كابتن وليد، وحضرتك بره النادي الاهلي كنت دايما تسمع ان حسام عاشور هو المسمار للنادي الاهلي في نص الملعب، لما جيت النادي الاهلي انت راجل بتلعب جناح مهاجم، هل فعلا ده موجود في الكابتن حسام ان هو ممكن يغطي على زمايله، ممكن يجي على نفسه علشان خاطر زمايله ممكن يهاجموا شويه فهو يعمل كفرنج في ظهرهم، وان هو بيساعد زمايله جوه الملعب، بيقول تعليماته، بيشجع زمايله على طول، ولا الموضوع في الملعب بيكون شكله عامل ازاي؟ لا طبعا، عاشور حاجه زي ما قلت لك حاجه مهمه جدا. يعني كل اللي انت قلته ده عاشور بيعمله وبينفذه. قبل ما اجي النادي الاهلي انا كان عاشور بيلعب عليا مان تو مان، كان بيضرب الوحيد اللي كان بيضرب في الفاصل حسام عاشور. يعني اللي كنت بتعمله في نفسك يا كابتن، الكابتن حسام عاشور بيعمله فيك. انا ما بعملش في حد اكتر واحد بضرب في الفاصل، بس انا لازم اخد حقي يعني. لا لا، انا بتكلم طبعا، لا انا بتكلم طبعا في الناحيه الفنيه. لا بجد يعني حسام ما شاء الله، يعني حتى لو بتتابع الفترات اللي عدت على النادي الاهلي كلها من مدربين اجانب، حسام عاشور اساسي. عشان كده راجل بينافس اللي بيطلب منه، راجل مفيد جدا للفرقه. وانت طبعا عارف المدربين الاجانب ما بيجاملوش حد، اللي بيلعب، اللي بيحفظ الشغل، اللي بينفذ كلام الجهاز الفني اكيد هيكون في الملعب. فسام على مدار السنين كلها لعب مع مدربين اجانب، الناس كلها ما فيش اختلاف على حسام عاشور طبعا. يعني يا كابتن وليد، فعلا المقوله اللي بتقول ان الكابتن حسام عاشور ممكن يكون من اغلس اللعيبه اللي بتلعب مان تو مان على لعيب، هل ده انت حسيت بيه جوه الملعب فعلا؟ طبعا، حسام يعني من اللعيبه اللي مش عايزين نقول اغلس، بس هو طريقه لعب حسام بتضايق اي لاعب مهم في الفرقه الخصم. يعني ان دايما حسام بيبقى قريب منه كتير جدا، ما بيخلوش يستلم براحته. دايما حسام بيبقى عنده الميزه دي، وبيعرف يقطع، زائد ان هو لعيب كوره. يعني في لعيبه كتير جدا في المكان ده بيعرف يقطع كوره بس ما بيعرفش يعمل هاجم، ما بيعرفش يعمل اسيست. لا، حسام عنده حاجات كتير جدا ما شاء الله. يعني يا كابتن حسام، اكيد الكابتن وليد سليمان بص بيقول عليك شعر، فاكيد بقى انت عارف علاقتك بالكابتن وليد عامله ازاي. والله دي حقيقة. انا عارف يا كابتن وليد طبعا طبعا. انا يعني بصراحه يعني انا شهادتي هتبقى مجروحه فيك يا وليد، انت من اللعيبه، من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، بتلعب برجلها الشمال بصراحه، محترم، مؤدب، بيحب الفرقه، بيحب الخير للناس كلها، لما بيطلب منه يلعب بيأدي، وانا عارف يعني بينزل الملعب بيطلع مش 100%، بيطلع 1000000%. لو على يد انا لما كان بيبقى مصاب ولا حاجه كان بياخد حقن وبيلعب والدنيا تمام ومفيش مشاكل، فجي على نفسه كتير عشان خاطر طبعا النادي الاهلي. وده دي اللعيبه او نوعيه اللعيبه اللي احنا عايزينها في النادي الاهلي، انت ممكن تيجي على نفسك عشان خاطر النادي الاهلي، فوليد من اللعيبه دي طبعا. طب يا كابتن حسام، لو قلت لك احسن هدف للكابتن وليد سليمان انت فاكرهوله؟
هل في هدف معين ولا الاهلي ولا كتير؟ لا بصراحه لا، في كتير انا اللي بحبه لما بيشوط الفاولات بصراحه. يعني من احسن اللعيبه برضو اللي انا شفتها بيشوط فاولات، بيعملها كويس جدا. ايه رايك في جون الترجي؟ لا كنت كويس جدا، ما هو جاوب عشان انا كنت قاعد معاه في الاوضه على طول، يعني بنقعد في الاوضه مع بعض. فوليد لا من الشخصيات المحترمه جدا والناس المميزه طبعا. يعني يا كابتن وليد، واحنا يعني حضرتك معانا على الهوا حالا دلوقتي، بنعرض لحضرتك احد الاهداف اللي سجلتها في الداخليه، وهدف بقى عشان الكابتن حسام بيقول هو بيحبك وانت بتجيب اهداف من كرات ثابته، فبنعرض لك هدفك في الداخليه يعني. فدايما يا كابتن وليد متالق ودايما منور، وان شاء الله كده يعني سفريه افريقيا دي تسافروا وترجعوا بالسلامه وترجعوا ان شاء الله منصورين، وربنا يوفقكم كمان في لقاء السوبر يا كابتن وليد. فبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. كابتن وليد سليمان نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا.